النعماني فدوة أروح لك، لا تلعب مصارعة بعد هالعمر، شو نسوي بالمصارعة ها؟ والله باع، ترى هذا يرفعك فوق هيك وجط يضربك بالقاع، يكسر عظامك والله العظيم، إذا صار لك شي ما أداريك. لا تدوخيني ولا تخربطي بالحكي صفية. ما تعرفين أني جدي عاش ومات بالمصارعة؟ أني حفيد يوسف السبع، أنا اللي يصارع وياي أكل أكل أفلسف بين سنوني. دير بالك لا يعصب زردومك نعمان. بنتي حجيش كله على الفاضي، هذا ما يفيد، هذا كلب قفل على المصارعة، إلا يلعب مصارعة تركي. خالة خلي بعد دهن قليل، هاي خلي مرت الأخ ندهن. ها ايش قلتي؟ انت ما عندك علم ايش قد سعر كيلو زيت الزيتون هسا، لازم نقتصد شوية. هاي اخوان اكو احد يلعب؟ تراهن اخويا؟ تراهن؟ اي اراهن. هلا من تراهن؟ على حج نعمان. سالم انطى 50 الحج نعمان. تمام تعال عيني حج نعمان 50,000. شيخ حسين انطى 50,000 الحج نعمان. اني هم العب الحج نعمان. ها تعال عيني، يلا تعال تعال. فكرة انطى الحج نعمان. فكرة ايش حج نعمان؟ انت مخبل ولك هذا ما يفوز، باع الشكل منتي صاير صوص، هاكل زمهاي ولعب علاخ. تمام فكرة الياباني لعب. ايه 300,000. ايه ولك انت واحد ثعلب. ها حكي بيننا، انا هم لعبت المنافس حج نعمان. ولك انت هم طلعت لوت يا عفي عليك. علي كمال تعال حبيبي، تعال يمي، تعال قول عمو. تعال اقعد اقعد. تفضل عمو نوري، انت هم تلعب؟ ايش قاعد تلعب؟ نلعب قمار. ها تلعب قمار؟ ايه. لك اثول طيح الله حظك، قاعد تلعب قمار؟ صرت انقص من سنان. شنو قوم يلا ولي يلا اثول. ولك ايش صار؟ ايه هاي كلش عيب عليك ايش تلعب. مصارعين اثنين نزلوا للساحة، واثنينهم واحد اشجع من الثاني، اذا طلعت فوق لا تفرح، واذا وقعت جوا لا تحزن، اذا تطلع فوق الزق، واذا وقعت جوا الزق. اتأخروا نص ساعة عيني. لا تشوفون خافوا يجون ويصارعون وياي، قلبهم هيك يظل يدق يدق يدق، هسه يخافون من عندي. تمام ما اجوا، وينهم هذولا؟ ها وين المصارعين؟ وينهم؟ انا يفوز حجي نعمان وياخذ هاي سنة. انت اول شي يفوز على حجي نعمان والباقي سهل، ماشي اخويا؟ افورادو راح يشوف انا شلون يفوز. انا يهرس هرس هذا حجي نعمان، انا يسويه برعصي بالارض. اخويا تكاشي انت انطلي الحجي على الكاشي، اتفقنا اخويا ماشي؟ وخو السناء وياك وانت ماشي. اجتك سعه سنان. نعمان يعني هذا ما منهزم مو خايف، اجا ويا سنان. ايه لان ما سامع عني هذا، لان كان انهزم هسه لو سامع بيه. ها حج نعمان جاهز انت؟ طبعا جاهز، انا كل الاوقات جاهز. اي لعد خلي ندق على الطبل ونبدي الكتل. تعال ابويا تكاشي. اي هذا من وين منهزم ها؟ اولي صفية خابري خالتش، خلي تلقي لك عريس جديد رجل يشرح بالزلق. تقليد هذا هسه افتهمت. ها حج نعمان شلونك؟ اشوقك تطقطق، شنو خفيت؟ ليش انت خاف ها؟ نعمان لا تخاف. سنان
هذا مصارع سومو؟ طبعا ماما، هذا راح ياكل بابا وهو اني اوريغاتو. اوريغاتو. تمام سنان، ترى مجال الاخ مو نفس مجالي، هذا غير قتال. حج نعمان انت ما قلت لي هيك، انت ما جبت طاري مجالي ما اعرف شنو، انت قلت جيب لي منو ما تريد، المهم يفوز علي. قلت يلا اجيب لك الاخ. يعني ما بيها مجال.